مرحبا. مرحبا، يعطيكم العافية. مساء الخير. بتمنى الكل يكون بصحة وبسلامة، والكل يكون داير باله بالظرف اللي منمر فيه. حاب أستنى شوي عشان الكل يبدأ يدخل عشان ما أضطر أعيد. أهلا داليا، أهلا بشار. أول شيء أنا بشكر أوت أند أباوت، المجموعة الرائعة اللي دائما مميزين واللي لهم بصمة رهيبة في الأردن، وفعلا كل شيء بيعملوه اجتماعي رياضي، فعلا دائما مجموعة مميزة ورائدة في عمان وفي البلد وفي الأردن كلها. بشكرهم واحد واحد، رامي دولة وداليا أكيد ومهندس بشار حداد والكل. طبعا انتو اباوترز كلكم اكيد كل المحبة لكم. راح نلعب طائرة ان شاء الله يا ثائر. المهم، مساء الورد. هلا احنا اليوم موضوعنا عن الجرائم الالكترونية. شو يعني جرائم إلكترونية؟ كيف أنا، وطبعا قبل هيك أنا بتمنى الكل يكون بصحة وبعافية، وكل قرايبكم وأصحابكم، والكل يكون داير باله كويس وملتزم بالحجر وبالتعليمات. هلا بدنا نحكي عن جرائم إلكترونية. طبعا الجريمة أصلا موجودة من زمان، مش إشي جديد. من ما بدأ فيه صار بشرية، في جريمة. اللي أهم من هيك، موضوع الجرائم الإلكترونية هو موضوع جديد. تقريبا بدأ التطبيق الفعلي بالمحاكم له ب 2015. أنا بفتخر إني أنا ومكتبي كنا من الأوائل المكاتب اللي ترافعت في قضايا جرائم إلكترونية. هلا اللي بدنا نحكي فيه اليوم، شو يعني جريمة إلكترونية، وكيف أنا ما أرتكب جريمة إلكترونية وأنا ما بعرف، وكيف كمان أحمي حالي من إني أنا أتعرض لجريمة إلكترونية. هلا أول شيء، الجريمة الإلكترونية هي طبعا الناس صار مفهومها عن الجريمة الإلكترونية إنه واحد مثلا سب على واحد تاني من خلال مثلا وسائل إلكترونية. مش هيك هي، بس هلا إني أنا أرتكب جريمة من خلال أي طريقة إلكترونية، وأي أبليكيشن من اللي إحنا بنستعملهم بسوشيال ميديا، بأي شيء زي هيك، واتساب، سناب شات، فيسبوك، انستغرام، أي طريقة إلكترونية، أبعت إيميل، أرتكب فيها جريمة. طبعا أنا ممكن إني أنا مثلا أجي أرتكب جريمة ذم وقدح وتحقير بحق اي حدا نتيجة اني انا استعملت اي شيء الكتروني وحكيت شيء مش كويس، اتهمت واحد بانه مثلا حكيت فلان حرامي، فلان مش كويس، فلان كذا، بكون ارتكبت جريمة دم وقدح وتحقير. هلا الاشي الثاني برضو خطر، اني انا اروج لاشاعة. يعني مثلا الايام هاي بتيجي بتلاقي واحد، سواء مثلا يعني على اطلاع بشو بيصير بوزارة الصحة، شو بيصير بحالات مثلا كورونا او هذا، بيجي بروج بيقول لك مثلا والله في 15 حالة في نفترض اي محافظة. هو روج إشاعة، واي حدا بعيد نشر هذا الحكي بيكون هو ساهم في ترويج هاي الإشاعة. هاي أمثلة. ممكن واحد يجي اللي هم اللي بنسمع عنهم الهاكرز او هذا، يسرق فلوس من بطاقة مثلا هاي الفيزا، بطاقة اي الصراف الآلي من اي اكاونت شخصي، اذا عرف معلومات من هاي البطاقات. طبعا احنا هلا رح نحكي كيف نحمي حالنا من هذا الحكي. امين يا محمد، حفظ الله، الله يبعد عنا الاشاعات.
نبدأ فيهم واحدة واحدة. أول شيء، أنا لما باجي بسند لشخص أو لمطعم أو لمدرسة أو لجامعة، يعني مثلا بتيجي بتلاقي شخص بيحكي لك والله مدرسة كذا هاي مش مدرسة، هاي مركز إصلاح وتأهيل، هي زي مثلا سجن الجويدة واللي فيها مش كويسين وكذا وكذا وكذا. هلا أنا هون بكون إيش؟ بكون ارتكبت جريمة ذم وقدح وتحقير، تمام؟ لأنه أنا اتهمت هاي المدرسة أو عبرت عن رأيي بطريقة مخالفة للقانون. الأصل إني أنا بحكي والله مثلا هذا المطعم ما بنصح مثلا حدا يروح عليه، بس ما بقدر أجي أحكي فرضا أكله كذا 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 كذا، هون أنا بكون عملت ذم وقدح وتحقير، أو المدرسة الفلانية أو الجامعة الفلانية أو الكوفي شوب الفلاني أو أي إنسان طبعا أو أي شركة أو أي شيء. هلا أنا لما أجي كمان شخص معين أبعت له مسج أعصب، أجي أحكي له أنت واحد مثلا نصاب، تمام؟ أنا هون برضو كمان بكون ارتكبت جرم الذم والقدح والتحقير الإلكتروني. طبعا العقاب بيكون إني أنا في حبس، في توقيف بالحد الأدنى أسبوع، وممكن إنه يراعى التجديد. موضوع الفيديو روان الجرائم الإلكترونية، ممكن إني أنا أكون بال بال بهذا الحكي روجت رو ارتكبت جريمة ذم وقدح وتحقير، يصير في توقيف وبصير في دفع تعويض وبالإضافة لغرامة جزائية. آمين يا محمد، الله يبعد عنا النصابين. فعقاب هذا الحكي بيكون، هلا طبعا رح نحكي فيه بالتفصيل أكثر. نيجي للإشي الثاني، كيف أنا بالنسبة إذا في ما لو الموضوع الثاني اللي هو إذا حدا بده يرتكب جرائم خاصة بالأموال، يعني ياخد مني فلوس أو ياخد مني معلومات مثلا ممكن يستغلها من خلال الوسائط الإلكترونية. هلأ تيجي بتلاقي واحد قدر يحصل على معلومة من مثلا رقم الحساب، قدر يعرف الباسورد تبع الرقم السري تبع الحساب البنكي الخاص فيك، فبقدر ساعتها انه يفوت. انا مثلا في مكتبي بنت تعرضت لانه شخص حول فلوس من حسابها لحسابه. شخص تاني برضو موكل في مكتبي، اجا في بحسابه مبلغ، اجا شخص من دولة خارج من دولة الفلبين، عرف شوية معلومات عنه كان مصرح فيها امام مجموعة من الناس. نتيجة انه عرف شوية معلومات دخل على ايميله وارسل ايميل يتضمن تحويل حوالي بنكية من بنكه اللي هو بتعامل معاه، راح نحكي عن التنمر روان، البنك اللي هو بتعامل معاه حول للفلبين مبلغ 100,000 دولار. ف ترويج الإشاعة، شو يعني جرائم إلكترونية مثلا؟ ترويج إشاعة، ذم وقدح وتحقير. روان أنت عم تحكي عن التنمر، أكيد أنا التنمر بيندرج ضمن التحقير، جرم التحقير، إني أنا لما أحقر واحد حتى أنا لو بإشارة أو لو بعبارة سيئة، أنا هون بكون ارتكبت جريمة، بكون راح أتعرض لحبس، بكون راح أتعرض ل كمان لغرامة جزائية، وبالإضافة ل بالإضافة للتعويض. ثائر عم بسأل الانتقاد بعد التجربة لأي محل؟ طبعا هلأ الانتقاد في عبارات سليمة للانتقاد ما بتكون بتشكل جريمة، يعني مثلا هذا المطعم بنصح ما بنصح حدا يروح عليه، تجربتي فيه مش مناسبة سيئة، بس ما بقدر انتقد احكي والله مثلا انا اسف اني بحكي هيك، ولكن احنا المحامين دائما حكينا
شوي دفش، بيجي بواحد مثلا انا بشوف عادة على فيسبوك هذا المطعم اكله زبالة، لا هون صار صار هون في جريمة دم وقدح وتحقير، انت بتكون اسأت للمطعم وانت ملزم بالتعويض وملزم ب كمان بدفع غرامه جزائيه وبالحبس زي ما سبق وحكينا. انا طبعا عم بحاول اكرر العقاب اكثر من مره عشان هو اهم شيء بجريمه الكترونيه، باي حدا بيرتكب جريمه الكترونيه. طبعا لو انا اجيت اعدت نشر، واحد انتقد مطعم حكى والله هذا المطعم مش كويس، هذا فرضا هاي المدرسة مش منيحة، أو هذا المسؤول نفترض فاسد، وهو أنا ما عندي دليل ولا أنا مصرح لي إني أحكي هيك ولا مطلع على شيء، بس عم بكرر شو الناس بتحكي، أنا هون بكون ارتكبت جريمة برضو. يعني لو موقع إلكتروني مثلا إجا اتهم أحد المسؤولين أو أحد الشخصيات بأي شيء، بيتهموا بفساد، اتهموا بانه خالف القانون، وانا اعدت نشر هذا المضمون بكون انا كمان ارتكبت جريمه. هلا كيف انا بدي ان شاء الله انه يكون الكل عرف شو المقصود بالجرائم الالكترونيه. هلأ عمر العدوان بيحكي انه نقد، هي مش نقد، هي انتقاد الاشخاص بمواقع المسؤولية العامة، زي ما حكيت انا بعيد انا بس لانه الاخ عمر هلأ دخل. بتقدر تنتقد، بتحكي والله فرضا الوزير الفلاني، اذا مثلا احنا بدولة ديمقراطية الحمد لله، بدك انت تيجي تحكي والله رئيس بلدية كذا عمل موضوع، بتحكي مش في مصلحة الوطن أو في مصلحة الوطن، ولكن ما بحق لحدا أنه يتهمه بفساد أو يتهمه بأنه هو خالف القانون أو يتهمه دون أي دليل ودون ما يكون هو الشخص المعني. في جهات هي مسؤولة أنها تحاسبه، في محاكم، في جهات رقابية عليه. إحنا ما بصير نسند لأي شخص، انه في فرق بين انتقد احكي والله هذا التصرف مثلا الشارع اللي انعمل بالمكان الفلاني او العطاء الفلاني او هذا الفلاني ما كان في مصلحة البلد او في مصلحة البلد، او والله انا مش مع الموضوع هذا انا ضده. اما انا اجي احكي فلان فاسد او فلان حرامي او فلان كذا، هذا الحكي عن كل القوانين. أنا جيت أعدت نشر مادة مثلا بتروج للمخدرات أو بتروج لشيء إباحي، أو مثلا أنا ممكن أجي أعمل شير لموقع ممنوع بالقانون الأردني نتيجة أنه بخالف الآداب العامة، أو نتيجة أنه هو غير مصرح له هذا الموقع بأنه يشتغل في الأردن، أو أنه هو بخالف القانون. أنا هنا بكون بتداولي لهاي الفيديوهات أو هاد بكون أنا ارتكبت جريمة، وبدون ما أنا أعرف، لأنه كل شخص بقول لك أنا تصرف تصرف طبيعي، لا ما بيكون تصرف طبيعي. الشيء الثاني بدي أنا كمان نحكي بموضوع مهم اللي هو كيف أحمي حالي، كيف أنا ما أتعرض لجريمة إلكترونية. أول شيء أي باسورد عندي، طبعا هلأ إحنا كل حياتنا باسوردات، كل مثلا فيسبوك، إنستغرام، كل أبليكيشن عم نستعمله أو أي شيء بالسوشيال ميديا عم بطلب مني أني أنا أحط باسورد. بالبنك عندي باسورد، بكل مكان انا عندي 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 باسورد. اول شيء بدي اعمله اني انا نسبه ثقتي بالناس بدها تكون صفر، اني انا ما بدي احط باسورد قدام حدا، ولا يعني مثلا وانا بدخل باسورد لمثلا لفيسبوك، ما بدي
اجي احطه قدام شخص، لانه هو رح ياخده، ممكن ياخد صور شخصية الي، ممكن من خلاله ياخد بياناتي البنكية. نفس الشيء لما باجي كمان بستعمله، والاكاونت تبع البنك هاي الاونلاين بانكينج طلب مني عشان اعمل الحوالة، طلب مني باسورد، ولا اي شخص المفروض يكون جنبي، ولا حتى اني انا عفوا قرأت هاي، التهيت بالقراءة، اني انا ما استعمل الباسورد. الاهم من اني مكان متاح للكل، يعني انا بمكتبي كل القضايا اللي بتلاقي انه مثلا واحد انسرق من حسابه بس اذا انت عادت نشر محتويات في موقع غير مرخص، او موقع ببث شغلات مخالفة، اشياء مخالفة للقانون، اكيد انت فعلك مجرم. ولازم كل واحد منا يكون عنده، يعني يقدر يميز الاشي اللي بيكون التصرف اللي بيكون مجرم. انا ما بطلب من كل واحد انه يكون محامي بيقدر يميز كل شيء، بس الموضوع بسيط. اي شيء في اساءة لاي شخص، لأي جهة، لأي جمعية، لأي شركة، لأي مطعم، لأي مسؤول سياسي، أنا ما بصير أنتقد، أو مش أنتقد، أتهم حدا بشيء مش موجود فيه وأنا ما عندي دليل. حتى إحنا يعني بكل الديانات السماوية في شيء بنع هذا الحكي قبل القانون. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما بصير انا اي واحد بيحكي والله فلان مثلا فاسد، او فلان مطعم هذا سيء او وسخ، اجي انا اعيد الحكي. نرجع لاني كيف احمي حالي من الجرائم الالكترونية. اتفقنا انه واحد، انا ما بدي احط الباسورد قدام اي حدا، الباسورد ما بدي اكتبه او احطه في مكان متاح لاي شخص. يعني أنا بمكتب مثلا في فرضا مجموعة أشخاص، ما بحط الباسورد يكون متاح للكل، أو أنا في مكان ممكن يتردد عليه أكثر من شخص. الإشي الثالث، أنا بموبايلي ما لازم أكون مخبي الباسوردات، لأنه أي واحد بيخترق خصوصية موبايلي، تمام، بيخترق الخصوصية تاعته، ممكن يقدر يحصل على كل الباسوردات اللي عندي. طبعا في اي سيتنج لاي موبايل في بيكون مبين اني انا مثلا، او حتى لما بدي اي سيتنج لابليكيشن بيجي بيقول لك يوز، مثلا مرات بيقول لك يوز لاست باسورد، او هذا ممكن يطلع لك كل الباسوردات اللي انت استخدمتها بحياتك وتكون موجودة بلحظة. فانت بدك تحاول، غير اني انا ما بستعمل ما بحط الباسوردات قدام اي حدا، ما بدي احط فرضا على النوت تبع الموبايل او في اي مكان بقدر اكتب فيه ملاحظات على الموبايل احط الباسورد، لانه اي واحد باي شكل من الاشكال دخل على موبايلي او دخل على ايميلي او دخل على لابتوبي رح يقدر يحصل على كل الباسوردات، بيقدر ياخذ مني فلوس، بيقدر ياخد صور من عندي ويبتزني فيها. مثلا من اللي بتيجي بتلاقي بنات ممكن انها تكون اخدت صورة في مثلا مع في شهر عسل مثلا، ما راح تكون اكيد يعني ضبطة باللبس بشكل كتير كويس، او تكون في بركة سباحة مثلا للبنات، وهذا في صور راح تكون صور عيلة، صور شخصية كتير. هذا الشخص المجرم لما بده يدخل على موبايلي، على إيميلي، على لابتوبي، رح يقدر ياخد كل هاي الداتا ويقدر يهددني فيها، بيقدر إذا عندي وثائق مهمة برضو ممكن يستغلها ضدي، أو بيقدر هو ياخد الأكاونت تبعي. بالضبط، صور خاصة وثائر. الأهم من هيك كمان، موضوع حكينا موضوع الفلوس، حكينا موضوع الصور والاستغلال، حكينا موضوع
انه انا واحد ممكن يحول فلوس من الاكاونت تبعي لاكاونته، ممكن انه واحد اذا اخذ الباسورد تبعي يجي مثلا، ثائر انا شايفه نشيط اليوم، يجي ياخذ الباسورد تبع ثائر، يجي ثائر ياخده، يجي يسب على مثلا الاب الروحي ل اوت اند اباوت رامي دوله، يقول له انت واحد مش منيح. تمام، رامي طبعا تعرض لجريمه فعليا، فعليا ثائر اللي برضه كمان تعرض لجريمه، لانه واحد اخذ الاكونت تبعه وسرق فلوس من خلاله مثلا، بين انه تم الاعتداء على مثلا فلان، او تم الدخول لبيانات الشخص من خلال مثلا ثائر الدية او فانا بدي احافظ على سرية البيانات اللي عندي. حكيت ببداية الفيديو انه انا ما بدي كمان أساهم في نشر إشاعة تيجي بتلاقي واحد مثلا بيكتبوا إنه اليوم مثلا، الحمد لله طبعا الحالات بالبلد عم تنحصر، حالات الكورونا، وبتمنى السلامة للجميع. مثلا اليوم حالتين، بكرة واحد بيجي بيخترع إشاعة بيحكي إنه والله لا في 15 حالة، هو هون روج لإشاعة. بعتذر انا انه نزل الموبايل. هلا نبيل او نبيل، مش عم بعرف اقرا الاسم الاول. بسأل عن التسجيل الصوتي للمحادثات من الجرائم الالكترونيه ولا لا؟ التسجيل الصوتي، هلا بالنسبه للتسجيل الصوتي، التسجيل الصوتي في اخر تعديلات إجا المشرع الأردني، يعني اللي هو بيعمل القانون، اللي هو مجلس بمر طبعا بمراحله الدستورية، مجلس النواب ومجلس الأعيان، بقول له أنت باليوم الفلاني أنا سجلت لك المكالمة وحكيت على رامي أو حكيت على ثائر إنك أنت مدين إلي بفلوس ب15,000 دينار أو 10,000 دينار. تمام، مجرد إني أنا سجلت لشخص بآلة التسجيل أو بالموبايل أو بأي شكل من الأشكال للمكالمة للحوار، أنا هون بكون ارتكبت جريمة، غرامة جزائية. طبعا الغرامة الجزائية غير التعويض، التعويض عن الضرر النفسي والمادي اللي صابه المجني عليه، اللي هو الشخص اللي أنا سجلت له. إن شاء الله نبيل أكون أنا جاوبتك بطريقة. التعرض للمسؤولين، تيجي بتلاقي شخص بقول لك والله مثلا الجسر الفلاني لما عملوه كان في كذا 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 كذا، الشارع الفلاني صار كذا. هذا احنا مواطنين، احنا مش جهات قضائية ولا جهات أمنية ولا مصرح لنا بإسناد الفساد. لا بالانتقاد، اني انا باجي بحكي التصرف الفلاني اللي تصرفه المسؤول، والله ما هذا مثلا انا بتفق معاه، انا بختلف معاه، بدون ما احكي العبارات اللي تتضمن ذم وقدح وتحقير، زي الفساد، زي انه فلان حرامي، فلان نصاب، فلان كذا، فلان استغل منصبه. هذا كله بيكون مجرم وبيكون نتيجته الحبس ونتيجته عدم الاستقرار في البلد. فأنا ما بنصح أي حدا إنه أي شخصية، سواء مواطن عادي، سواء مسؤول، سواء جهة أمنية. هذا اللي أنا بحب أركز عليه. إذا في حدا بحب يسأل سؤال، في شيء أنا بحب برضو كمان أنبه عليه عشان برضو ما نوقع بجريمة إلكترونية. في بالفيسبوك بالسيتينجز لازم أنا كل يوم، أو مش كل يوم، كل يومين ثلاثة خمسة،
في إشي بالسيتنج اسمه privacy and login. هذا بيخليني إني أنا لما بدخل عليه بعرف هل في شخص عم بيستعمل الفيسبوك أكاونت تبعي من أي مكان تاني ولا لا. وطبعا أنا بقدر بنفس اللحظة أعمل لوج أوت من عنده وبعدين بغير الباسورد. أعيد الطريقة مرة تانية، إذا أنا شكيت إنه في حدا عم بيستعمل الفيسبوك أكاونت تبعي وأنا شاكك، بدخل على السيتينجز. أنا كنت بتمنى إني أنا أقدر أعمل شير بالضبط للآيكون تبعها. هي بتدخل على السيتينج، في إشي اسمه لوجين، لوجين برايفسي أند لوجين. تدخل بتشيك مين ببين عندك شو نوع الموبايل، من أي منطقة الشخص عم بحاول يدخل للأكاونت تبعك أو من أي منطقة عم بيستخدمه. تقدر طبعا أنت تعمل له لوج أوت وفورا يتغير الباسورد بنفس اللحظة عشان أنت تكون في أمان. عهود عم تسأل سؤال، شو المقاييس اللي بتحدد الزمن الفعالية؟ طبعا هلا السؤال اللي سألته عهود، هلا هي الـ ما في مقاييس. هلا في قسم بالبحث الجنائي اسمه قسم الجرائم الإلكترونية والأدلة الرقمية. من خلال هذا القسم أنا بروح بقول لهم أنا والله الفيسبوك تبعي مثلا في شخص عم بحاول يدخل له، أو أنا الأكاونت البنكي تبعي في شخص دخل وحول فلوس من المكان من مكان كذا من حسابي الشخصي لحسابه. مين الشخص اللي دخل على اكاونتي وقام بالجرم هذا ببساطه. ان شاء الله اني اكون جاوبتك. لدانا عم تسال، يسعد مساك، سائله شويه، الايميل فيها تهديدات. هلا طبعا التهديد اصلا مجرم بقانون العقوبات الاردني، اني انا اهدد واحد بالقتل، اهدد واحد بالايذاء البسيط او البليغ، او باني انا الحق فيه اي ضرر. اذا واحد بيرتكبه من خلال وسائل الكترونيه بصير في جرم التهديد من خلال وسائل الكترونيه. طبعا بترتب عليه التوقيف، طبعا التوقيف غير الحكم بالحبس. شو يعني توقيف وشو يعني حبس؟ التوقيف أول ما أنا بنعرض عند المدعي العام كوني ارتكبت جريمة إلكترونية، بقرر المدعي العام إذا اقتنع أني أنا ارتكبت هاي الجريمة يوقفني، يحبسني أسبوع تحت التحقيق والتوقيف. تمام، بكون وقفني أسبوع على أن يراعى التجديد وبكون بحقق معي. هلأ الحبس بيجي بحكمني مثلا، بحكم الشخص المجرم 6 شهور أو 3 شهور، في بعض الأحوال ممكن توصل عقوبة لسنة أو سنتين. هذا الفرق بين التوقيف وبين الحبس. في إشي اسمه غرامة جزائية، إني أنا غير الحبس في غرامة جزائية. في كمان مطالبة بالتعويض. الشخص اللي بتعرض لجريمة بيكون تضررت نفسيته، ممكن يكون تضرر ماديا نتيجة أنا أخذت منه فلوس أو هددته أو ارتكبت أي جرم بأي شكل من الأشكال، هذا الشخص بيستحق تعويض بالنتيجة هاي. إن شاء الله ردانا أكون أنا جاوبتك. طبعا انا حكيت كمان انه اي شخص بدخل على بيستعمل في شيء تاني كمان جرائم الكترونيه اللي هي الابتزاز. ابتزاز واحد مثلا حصل على وثائق او حصل على صور شخصيه مثلا
لا شاب لا بنت لأي شيء، وجرب يبتزه يبتزه فيهم، بيكون هو أكيد أكيد بيكون هو ارتكب جريمة. الله يعافيك خليل، الله يعافيك، هذا من لطفك. بتمنى أي حدا عنده سؤال يسأل. جاي أشوف بلاش يكون في حدا سأل وأنا ما انتبهت. طبعا القانون الجرائم الإلكترونية نظم هاي ريدانا عم تسأل ماذا لو كان من خارج الأردن. هلا من خارج الأردن واحد ارتكب جريمة، في قانون دولته بيعاقبه. هلا احنا بقانون العقوبات بشكل عام بيكون دائما بتعاقب الشخص في مكان ارتكاب الجريمة. يعني إذا واحد من خارج الأردن ارتكب جريمة، مثلا كان في دبي سرق مني فلوس أو هددني من دبي، أنا بحاكمه أمام محاكم دبي، مثلا أمام محاكم دبي، المحاكم هناك بتعاقبه بالطريقة اللي هم بشوفوها مناسبة. الله يعافيك، وإن شاء الله إني أكون يعني جاوبت على كل التساؤلات وشرحت الموضوع. بتمنى الكل يضل ب